عمرك سألت نفسك إنك كل يوم لما تدخل على google.com وتكتب موقع لشراء سيارة لا يتعدى سعرها $100، إزاي البراوزر بتاعك الفايرفوكس أو جوجل كروم أو بريف إزاي بيقدر يوصل للموقع اللي هو عايزه؟ إزاي بيحصل الموضوع ده؟ ده اللي عايزين نتكلم في النهاردة. النهاردة هنتكلم على الكلاينت سيرفر موديل. ده سؤال انترفيو على فكرة. اهلا وسهلا بيكم شباب، معاكم مهندس ايمن محمد في فيديو جديد. النهارده هنتكلم على كلاينت سيرفر موديل. ده شيء اللي انت لازم تبقى فاهمه، يا اما فاهم عميق يا اما تبقى عارفه على الاقل، لان ده شيء مهم جدا. ده اساس ايا كان الشغل بتاع الكلاود او النتوركينج او انت هتشتغل في السوفت وير انجينيرنج، اساسا لازم تبقى فاهم الاركتكتشر ده او الهيكليه البنائيه دي. طيب ركز معايا، الهيكليه بتاعتنا دي بتتكون من جزئين اساسيين، الكلاينت والسيرفر. الكلاينت بتاعنا هو يعتبر البراوزر، تمام؟ البراوزر انت بتدخل على البراوزر بتكتب لينك، بتكتب ايه؟ لينك، تمام. اللينك ده ازاي بيوصل للموقع اللي انت عايزه؟ ما هو الموقع ده متشال في سيرفر، والسيرفر ده موجود في يونايتد ستيت، موجود في امريكا في ولايه اريزونا. ازاي انت من الجهاز بتاعك اللي موجود في استراليا ولا موجود في كندا بتوصل لولايه اريزونا؟ ازاي الكلام ده بيحصل؟ طيب تعالى نبني شويه مفاهيم. في حاجتين مهمين جدا لازم نبقى فاهمينهم لما نتكلم على هذه الريليشن شيب بتحصل ازاي، او السايكل دي بتتم ازاي. اول حاجه وهي الدي ان اس، الحاجه الثانيه وهي الاي بي ادريس، تمام. الدي ان اس هي اختصار لايه؟ دومين نيم سيستم. طيب ايه اللي بيحصل؟ بكل بساطه انت لما تدخل على جوجل كروم مثلا وتبدا تكتب اللينك بتاع الموقع، موقع شراء سيارات لا يتعدى سعرها $150، تكتب اسم الموقع بتاعك ده، تمام. اول حاجه بتحصل ايه؟ الموقع بيروح للدي ان اس اللي هو الدومين نيم سيستم، بيقول له والله شوف اللينك بتاع الموقع ده متخزن عندك، اللينك ده اللي هو الايه، الاي بي ادريس، ادهولي، اديني الاي بي ادريس. الاي بي ادريس ده بيبقى مجموعه من الارقام بتاعه السيرفر ده عشان اقدر اكلمه. والله اقول له بص يا سيرفر انا عايز الداتا بتاعتك، اديني اتش تي ام ال عشان اعرضها لل البراوزر ده. طيب يا ايمن، يعني انت عايز تقول لي ان البراوزر لما يكتب في اللينك ما بيبقاش عارف السيرفر موجود في اي مكان؟ لا، ما بيبقاش عارف، هو بيكلم الدي ان اس. الدي ان اس ده تعال نقول عليه كده ان هو ريكويست مميز، ريكويست مميز، حافظ او عارف كل الدومين نيمز حتى من اسمه. فانت تروح هو تديله لينك يروح يدور جوه كده ويطلع لك بايه؟ يطلع لك بالاي بي ادريس. الاي بي ادريس ده العنوان اللي انت هتتوجه ليه وتقول له والله انا بكل بساطه كلاينت وعايز الموقع الفلاني، هات لي الداتا دي، اديها لي ارجع بيها. ده اسمه ايه؟ HTTP request، تمام. ركز معايا، اول حاجه عندنا البراوزر بتاعنا بديله اللينك، بيروح للدي ان اس، الدي ان اس بيقول له والله اللينك اللي انت عايزه ده خد الاي بي بتاعه اهو، اتفضل روح. هو هيروح للاي بي ده اللي موجود مثلا سيرفر موجود زي ما انا قلت في اي حته في العالم، وبيرجع بالريسبونس اللي هي الايه، ال HTML او الصفحه ذات نفسها اللي هتعرض لك في البراوزر بتاعك. واللحظه اللي انت وصلت للسيرفر هناك هو خلاص كده فتح لينك، ال DNS بيطلع من المعادله انه خلاص هو وصلك المكان اللي انت عايزه. يبقى زي ما عرفنا الكلاينت في اول فيديو، تعالى دلوقتي نقول تعريف السيرفر. السيرفر بكل بساطه هي مجموعه من الماشينز او الالات، ليها بروسيسنج باور عملاقه، ليها ستورج عملاقه، ليها راندوم اكسس ميموري عملاقه، مستنيه ان حد يبعت لها ريكويست عشان هي ترد بريسبونس بيزد على بروتوكول التواصل اللي عندها. وفكره البروتوكول دي ممكن نتكلم عليها في الفيديوهات اللي جايه. طيب يا ايمن، عندي سؤال دلوقتي، السيرفر اللي رايح له ده بدخل كده في اي مكان في السيرفر ده بقول له والله سلام عليكم انا عايز ال HTML الصفحه عشان اعرضها للبراوزر بتاعي، اعرضها في البراوزر بتاعي؟ لا، تعالى اتعرف على كلمه جديده وهي البورت. لو شفنا اي اي بي هنلاقي ان اخر ارقام فيه بتميز البورت. اي سيرفر او اي ماشين تقريبا يعني المينيمم بيبقى عنده 16000 بورت. انت بتتوجه على بورت معين، تمام، وتقول له والله اديني الصفحه الفلانيه. طب هتوجه على بورت معين بيزد على ايه؟ بيزد على البروتوكول اللي انت متبعه، تمام، بيزد على البروتوكول اللي انت متبعه زي ال HTTPS وال HTTP وزي ما هنشوف واحنا ايه ماشيين. وتكو على سبيل المثال لو انت متبع ال HTTP بروتوكول فانت هتتوجه على البورت اللي هو ايه، 8081. ده دايما هتلاقيه في نهايه الاي بي ادريس. الاي بي هو السيرفر، تمام، والبورت
تبقى اخر ارقام تمام من الاي بي ادريس بتاعك كله. فانت لو مثلا زي ما قلنا الاتش تي بي، لو قلنا مثلا هتروح متابع بروتوكول اتش تي بي اس، هنفهم بروتوكولات الفيديو الجاي طول بالك. لو انت متابع بروتوكول اتش تي بي اس مثلا هتروح على البورت رقم 443 تمام. هي دي الفكره بتاعت الكلاينت سيرفر موديل، ازاي الدايره دي بتتقفل وازاي بيتم التواصل. اول حاجه كلاينت او البراوزر بتاعك بياخد اللينك بتاع الموقع بيروح للدي ان اس الدومين نيم سيستم. بكل بساطه الدي ان اس بيبقى عارف اللينك ده مرتبط بالاي بي الفلاني، بيروح يدي لك الاي بي، بيشوف البروتوكول اللي انت متابع بيقول لك اتوجه الى الاي بي الفلاني اللي مكانه في المكان الفلاني وروح على البورت ده. البورت ده هو اللي هيدي لك الاكسس للبيج دي وهيفتح اللينك اللي نظميه اللي هو الريكوست والريسبونس، وده البروتوكول اللي بيتم خلاله التواصل. ده كان فيديو بسيط سريع جدا جدا ووضحت فيه بس شويه اشياء. اشوفكم الفيديو الجاي، ولو فيديو عجبكم اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب القناه وفعل جرس التنبيهات، والسلام عليكم. باي.